السلام عليكم. نبلش شرح شابتر 5 مساحة. شابتر 5 مساحة بحكي عن الثيوتولايت. الثيوتولايت هو جهاز يقيس الزوايا الأفقية والعمودية اللي هي الفيرتيكال والهوريزونتال. كيف يعني فيرتيكال وهوريزونتال؟ بشكل عام لو أنا عندي هذا الجهاز، زي هيك محطوط على سطح الأرض، وبيكون زي الليفلينج هيك، مثلا ميزان زي هيك. فهذا أنا مثلا بدي أقيس، بدي أقيس نقطة. هسا أنا هون حاطه، بدي أقيس زاوية مثلا المبنى هذا. كيف بدي أقيس زاوية المبنى هذا؟ بروح بقيس الزاوية هاي مثلا، بقيس الزاوية هاي، تمام؟ الزاوية اللي بينهم هسا مثلا كيف نوجدها؟ أنا بقدر أوجد الزاوية، أوجد الزاوية وخلاص. هاي الزاوية مثلا هي الزاوية الهوريزونتال، الفيرتيكال تكون من الـU وهكذا. هذا كله نتعلمه باللاب فعليا، بس احنا هون نتعلم بشكل نظري في القوانين اللي بدنا نستعملها بالحل وفائدة الجهاز. هسا انا هذا الجهاز لما بدي اعمله عشان اقيس، في عندي شيء اسمه الكيوبيت بوينت. الكيوبيت بوينت هي مكان ما انا بحط الثيوتولايت. الاوبزيرف بوينت انا ايش الزاوية اللي بدي اقيسها الثيوتولايت. كيف يعني؟ زي ما حكيت، هسا انا بدي اقيس النقطة وهاي النقطة، الثيوتولايت هون معناته هذا الكويف بوينت وهي اوبزيرف بوينت وهي اوبزيرف بوينت. سنترنج ذا ثيوتولايت يعني انه تحط الثيوتولايت بالضبط على المكان ما انا فرضت النقطه اللي بدي اقيسها. ليفلنج الثيوتولايت يعني اني اخلي الميزان مستقيم ثابت. انا هسه محاور الثيوتولايت، في عندي انا محور اكس ومحور واي ومحور خط النظر. محور اكس اللي هو الهوريزونتال اكسس زي ما احنا متعلمين، المحور واي هو الفيرتيكال اكسس، وشو المحور الثالث؟ المحور الثالث هو خط النظر، هو هاي الدائره هاي شايف. كيف بتقيس؟ بتقيس زي هيك. فبالتالي هذا اللاين اوف سايت، هذا محور اكس هوريزونتال اكسس، هذا الفيرتيكال اكسس. هيك الفكره، انه في عندي ثلاث محاور للثيوتولايت. فهنا فانا كيف لاحظ انه هون انا في عندي هوريزونتال سيركل او فيرتيكال سيركل، مش عارف هاي هوريزونتال وهاي فيرتيكال او العكس، مش ذاكر المصطلح. هاي من خلالها انا بعرف اذا انا حاط الجهاز ام بقيس من الجهه اليمين ولا بقيس من الجهه اليسار، لانه هذا الجهاز بتقدر تلفه 180 درجه. يعني انا بقدر اقيس شيء اسمه انه تكون هاي الدائره يميني، بقدر اقيس انه هاي الدائره تكون على شمالي. الهوريزونتال سيركل ان ذس از ذا بار ثرو تو لايت هوريزونتال ريدنج. الهوريزونتال سيركل هي اللي بتقيس الهوريزونتال ريدنج، تكون هي عمودية على المحور العمودي 100%. المحور هاي المحور العمودي، فالهوريزونتال سيركل عمودية عليه، والفيرتيكال سيركل هذا الخط الأفقي هاي هي عمودية عليه. أنا هسا لما أقيس بالثيوتولايت مثل ما حكيت لكم، بقيس تكون السيركل على يميني أو على يساري. هون بقول لي it's the observation the face right position the observation position of the utilized when the vertical circle is to the right of observer. كيف يعني؟ دي هاي الفيرتيكال سيركل شايفينها؟ لما اقيس اذا كانت على يميني انا بقيس شيء اسمه فيس رايت، اذا كان اذا انا لفيت الجهاز وخليتها على شمالي بتقيس فيس ليفت. فانا بهمني اذا اني انا بقيس من الفيس رايت ولا انا بقيس من الفيس ليفت. هسه الفيرتيكال ريدنج ثيوتولايت، هسا انا في عندي فيرتيكال انجل وفي عندي فيرتيكال ريدنج. انا بالجهاز بقيس الفيرتيكال ريدنج والفيرتيكال انجل من القوانين. يعني اذا عندي هاي الزاويه 90، تمام، انا هذا الاشي اللي قسته، هاي الكوبيد بوينت وهاي الاوبزرف بوينت، قست هاي الزاويه. انا لما قست هاي الزاويه انا ايش عندي؟ الفيرتيكال انجل، الفيرتيكال انجل من المحور الافقي هي هاي. فبتكون مثلا الاشي اللي قسته أو 90 ناقص إيش اللي قسته ناقص الvertical reading. أنا صراحة راح أقول لكم شو هي. طبعا هذا الإشي بيسموه zenith angle. لو أنا شفت عندي شو zenith angle، zenith angle نفس vertical reading، نفس اللي أنا بقيسه، طبعا هي إيش دائما مقاس zenith angle clockwise direction. كيف يعني؟ بقيسه مع عقارب الساعة. يعني كان عندي الثيوتولايت هيك المحاور، انا مثلا الثيوتولايت قاس هاي الزاويه، دائما
دائما بتكون الزينث انجل من محور واي الموجب مع عقارب الساعة. يعني أنا بمشي هيك لحد ما أوصل الخط، زينث انجل تكون معي هاي، تمام؟ هي الزينث انجل. كان عندي القياس هيك، زينث انجل تكون هاي، هي الفيرتيكال ريدنج. وهي مثلا بتكون الفيرتيكال انجل. الفيرتيكال انجل قلنا دائما من محور اكس، تكون مثلا 270 او الفيس رايت 270، تعطيني الفيرتيكال احسن ما احسبه. فهون بحكي لي هذا الجهاز الفيرتيكال انجل كالكوليشن، لما انا اكون بقيس بالجهاز راح الاقي دي، راح الاقي اتش يعني هورزنتال انجل، في فيرتيكال انجل. احنا هسه نستخدم الفيرتيكال. فيرتيكال انجل لاحظ انه هذا فيس رايت، انا خط النظر هيك، خط النظر هيك لانه الهورزنتال سيركل على يميني. بالتالي انا لما اقيس هيك قلنا الزينث انجل اللي هي اللي انا بقيسها، يعني هاي 87 مثلا هي مش 87، هاي هيك، تمام؟ شو الفيرتيكال انجل؟ الفيرتيكال انجل بتكون هي اللي مع محور اكس، هاي الصغيره، هاي الصغيره. ايش هاي بتكون؟ فيس رايت. بتكون عندي القيمه اللي قراتها انا كامله فيس رايت ناقص 270، قيمه الفيرتيكال من الرايت، تمام؟ تمام. بس لو انا نفس الزاويه بس قستها من الليفت بتكون عندي زي هيك. انا شو الزينث انجل عندي دائما من محور واي الموجب من الزاوية صفر يعني خط. ايش هاي الزاوية بدها تكون؟ الفيرتيكال. هاي الفيرتيكال انجل، هاي الفيرتيكال ريدنج. انا بشتغل فيرتيكال انجل، بدي الفي، الفي شو بدها تكون؟ 90 كاملة ناقص الفيس ليفت. في ليفت تساوي 90 ناقص فيس ليفت، تمام؟ تمام. بس الفيس رايت راح تكون نفسها دائما الفيس ليفت، او الفيرتيكال رايت قصدي نفس الفيرتيكال ليفت. فانا هسه ما اقيس، ما بعرف اذا الجهاز عندي مزبوط ولا لا. انا عشان اوجد هسه هاي الفيرتيكال نفسها هاي، يعني هاي لما احسبها طلعت معي 90، هاي لازم تطلع معي 90. بالتالي انا بالامتحان، هو مش امتحان، بالواقع لما بدي اقيس فيرتيكال بشكل عام، فيرتيكال بشكل عام اخذ اللي من اليمين ولا من اليسار؟ طيب افرض ان اليمين صح ان اليمين خطا، انا مشان هيك احسب الافرج لهم. شو الافرج لهم؟ هاي زائد هاي على 2 النص في هاي فيس رايت، فيس رايت ناقص 270، زيد لي عليها فيس ليفت و90 ناقص فيس ليفت، 90 ناقص فيس ليفت، كلياته مضروبة بنص، تمام؟ القانون 90 ناقص فيس ليفت زائد فيس رايت ناقص 270 مضروب في نص. هذا القانون لأنه راح أحتاجه بالفيرتيكال، هحتاج غيره يا محسن؟ لا ما راح احتاج غيره، تمام؟ انا بس دي فهمت شغله. الفيرتيكال انجل الزاويه اللي بتيجي مع محور اكس زي هيك، تمام؟ اللي زي هيك. الفيرتيكال ريدنج اللي انا راح اقيسها الجهاز تكون زاويه صفر. الجهاز عندي لما اقيس فيرتيكال ريدنج، لما يكون خط النظر هون الزاويه صفر، لما تكون القياس هون الزاوية 90، هاي 180، هاي 270. فبالتالي كانت هون بدها تكون القيمة اللي قرأتها فيس رايت، شلي من منها 270 تعطيني الفيرتيكال ريدنج. هسا كونه هاي تساوي هاي، كونه هاي تساوي هاي، يكون مجموعهم 360 لأنه هو بقيس بس 180 درجة. يعني أنا هذا نص الجهاز، هذا نص الجهاز. إذا هاي مثلا 380 الثانية بدها تقيس 180، يعني 360. تقول الفيس ليفت فيرتيكال، الفيس ليفت اللي طلعتها هاي زائد هاي، نقول اللي بدي اياها 360، 360 دائما الفيس ليفت زائد فيس رايت تساوي 360. طيب افرض انا حسبت ما طلعت معي 360، طلعت مثلا معي 359.5، بكفي خطا بالجهاز، تمام؟ انا بالامتحان ما طلع معي 360، في ايرور ممكن بحساباتك ممكن بالجهاز. بس الفيرتيكال انجل ممكن تكون سالبه ممكن تكون موجبه. اذا كانت موجبه بتكون تدل على نقطه ارتفاع، اذا
إذا كانت سالبة تكون نقطة انخفاض، يعني أنا بقيس منطقة مرتفعة بقيس منطقة منخفضة. فمبدأ أحسب vertical angle خلاص مباشرة، أنا بكون معطيني قيم بالجدول، قيم جدول مثلا زي هيك، معطيني مثلا مثلا زي هيك الكوبيت بوينت اللي هي البوينت بي، observed point point A point C، يعني عندي satellite محطوط عند النقطة B تمام، وقاعد بقيس لنقطة اسمها C، نقطة اسمها مثلا B A، النقطة A وهي النقطة C. فمثلا هذا vertical axis تمام، مثلا ال vertical reading هي مثلا face right 275، يعني انه A هون هي فعليا هي هيك تمام، انه هيك الفكره. انا عندي جدول زي هيك بدي احسب الفيرتيكال ريدنج، انه خلص هاي زائد هاي 360، فطلع قيمه هاي. بدي احسب الفيرتيكال كامله، الفيرتيكال للبوينت A، طبعا بشتغل A لحاله وC لحاله، بدي اشتغل فيرتيكال كامله للبوينت A بطبق القوانين. هسه رح نيجي على الامثله، بس هذا القانون ما راح استعمله غيره، راح استعمل هذا القانون فقط اللي هو محسب الفيرتيكال. اذا انا بدي واحدة منهم بتعمل القانون الثاني اللي مجموعهم بيساوي 360 تمام. اذا عندي هوريزونتال انجل، دائما هوريزونتال انجل هو ايش؟ بس من خط الصفر، هذا خط الصفر بتساوي بيكون للرايت، هذا خط الصفر من الليفت، الصفر هون وهون خط الصفر. هذا خط النظر اكيد دائما مقاس من الصفر خط، مقاس دائما من الصفر خط. كيف مقاسة؟ لاحظ أن نقطة عكس عقارب الساعة. الهورزنتال أنجل مقاس عكس عقارب الساعة، مقاس عكس عقارب الساعة، ودائما هو على الخط، خط أفق، يعني زاوية 180. بالتالي عندي الزاوية 60، الزاوية 120، لا 120، لازم تكون 60. هاي ميرور، انا زي كنا قلبت الجهاز، اذا انا من اليمين شفتها 120 من اليسار تشوفها 60، يعني او لا هاي شفتها مثلا 220 لازم اشوفها 40، اللي هي فيس رايت فيس ليفت تساوي 180. انه هاي كاملة، اللي منها هاي تعطيني 180. فعندي قانون الهوريزونتال انجل فيس رايت ناقص فيس ليفت يساوي 180. هوريزونتال انجل، انا الجهاز بقيس عندي فيرتيكال، بقيس عندي هوريزونتال. فانا بالامتحان بدي اعرف اذا انا طالب مني اقيس فيرتيكال ولا اقيس هوريزونتال. الفيرتيكال هو نص فيس، نص في نص في 90 ناقص فيس ليفت فيرتيكال زائد فيس رايت فيرتيكال ناقص 270. هذا الاشي اللي حكينا ترجع للرسمة، يعني اذا انت نسيت القانون، انت نسيت القانون ارسم رسمة المحاور الاربعة. فيس رايت تخيل انه هون بتكون فيس رايت ناقص 270 هي الفيرتيكال، وارسم جهة اليسار افرض انه هي صغيرة الريدنج، فبتحكي 90 ناقص فيس ليفت فيرتيكال، اخذ افرج لهم طلع. وبالهوريزونتال نفس الاشي، هي عندك 180 من الرايت الزاوية اكبر من 180، من الليفت تكون اقل من 180، طرحهم بيعطيني 180. بالتالي انا اشتغل للرايت احكي لك انه الزاوية الكبيرة هي الفيس رايت اللي منها 180 تعطيني الهوريزونتال من الرايت، والجهة اليسار الهوريزونتال لحالها فيس ليفت تساوي هوريزونتال ليفت. بالتالي اللي بدي افرض فيه خطا بالجهاز، انا بقول لك نص اللي هو الافرج، نص فيس ليفت زائد فيس رايت ناقص 180 ايش بتساوي؟ بتساوي الهوريزونتال عند اي نقطه تمام. نو ايرور، هوريزونتال ريدنج. هسه مشان احسب الزاويه بين شغلتين
بشتغل على الهوريزونتال انجل، يعني الفيرتيكال انجل انا ما بستفيد منه، الفيرتيكال انجل بحسب منها ارتفاعاتها طبعا اخذ شابتر 7 مش هون، اما الهوريزونتال انجل بشتغل منها مشان احسب المسافات افقيه. تمام. فانا مشان اوجد زاويه اي شيء يعني عندي زي هيك، تمام، بدي اوجد زاويه هذا بي وهذا اي وهذا سي، بدي اوجد الزاويه اي بي سي، اوجد الزاويه اي بي سي، بقول لك يا صاحبي حط الجهاز، حط الجهاز على اي نقطه بدك اياها، بعدين قيس الزاويه الهوريزونتال لاي، قيس الزاويه الهوريزونتال لسي، اطرحهم من بعض اعطيني الزاويه اللي بينهم. تمام، بس هاي الفكره. طبعا خذ المطلق، تطلع معي سالب بتحطه موجب، زي الفيرتيكال السالب يعني انخفاض والفيرتيكال ارتفاع، لا سالب بتحطه موجب. تمام، عندي ملاحظه بدي احكي لك اياها، دائما الفيس رايت اكبر من الفيس ليفت، يعني بالامتحان جهاز الثيتو لايت هوريزونتال انجل، هوريزونتال هذا الملخص، هذا الملخص للهوريزونتال انجل، يقيس زاوية صفر و x 360، يعني طلعت أكبر من 360 اطرح 360، طلعت أصغر من 300 أصغر من صفر اجمع 360. لازم الزوايا الهوريزونتال أنجل تكون من صفر 360. انتبه، يعني أنا رحت حسبت طلعت معي مثلا فيس رايت هوريزونتال طبعا شو بتساوي 380، لك لا هاي غلط، بتحكي فيس رايت هوريزونتال تساوي 380 ناقص 360 تساوي 20 درجة. تمام، تمام. هسه افرض مثلا فيس رايت هوريزونتال طلعت معي سالب 30، لك غلط، بتحكي فيس رايت هوريزونتال تساوي سالب 30 زائد 360 تعطيني الزاوية 330. هاي قاعدة الهوريزونتال انجل. وفي عندي كمان شغلة، لما احسب انا لازم الفيس رايت تكون اكبر من الفيس ليفت، ليش؟ لانه نعرف انه لازم تكون الزوايا 180، طيب لو كانت هاي اقل، هي كانت سالب 20 كانت مثلا 60، مش منطق بطلع 180، ما بطلع 180. فانا لما بدي احسب زاوية مضلع لو طلعت سالب، يعني طلعت اتش اي اكبر من اتش سي، عادي خذ المطلق فبطلع الزاوية. هاي الفكرة، لو كان أنا عندي خط النظر مستوى A طبعا، فأنا بحسب HA بتكون 0 مثلا، HC بطلعها 0 ناقص HC وHC ناقص 0 بطلع قيمة الزاوية بينهم، ولكن لو كان خط النظر هون فأنا بحسب HA لحالها، فأنا بحسب HC لحالها، لك HA هاي HC هاي الهوريزونتال أنجل، HA ناقص HC وHC ناقص HA بيعطيك هاي. أنا أخذ المطلق، يعني ما تهتم للإشارة، ما بدي أحسب زاوية بهتم للإشارة، لما بدي أحسب زاوية مضلع ABC بهتم للإشارة، لما بدي أحسب horizontal لحالها فما بهتم للإشارة، لما بدي أحسب vertical قصدي face right horizontal face right face left horizontal بهتم للإشارة. طيب هذا مثال يقول لك complete the missing reading in the following table، أنا عندي هذا جدول في عندي قراءات ناقصة، كيف بدي أجيبهم؟ تمام، بلش بالهوريزونتال، الهوريزونتال ريدنج عندي الفيس ليفت 42 وربع. تمام، راح تسألني كيف أنا بدي أكتب هاي على الآلي حاسبة؟ بكل بساطة بالآلي حاسبة حسب نوع الآلي حاسبة اللي عندك راح تلاقي في عندك إشارة فواصل زي هيك، تمام، راح تلاقيها زي هيك، إشارة فواصل زي هيك، فأنت شو بتعمل؟ بدك تكتب 42 وربع، تحكي 42 بس على الكبسي هاي، لم تكتب 25 بس على الكبسي هاي. تمام، لحاله لما تحط يساوي راح يطلع لك هيك زائد هيك، طب بدك اياها كقيمه يعني يطلع لك مثلا 42 ونص مثلا، تكبس على الكبسي هاي كمان مره، انا بالتالي لما بدي احول زاويه من هذا الشكل فواصل تكبس على هاي الكبسه، لما بدك تكتب الزاويه هيك وهيك لما تكتب رقم اكتب هاي الكبسه. اللي ما بعرف بصور له فيديو على الآلي حاسبة على الجروبات إن شاء الله. تمام، أنا لما بدي أحسب هذا الفيس ريفت هذا الفيس لا
كيف بدي احسبهم؟ انا بقول لك في عندي قاعده بتقول الفيس رايت ناقص الفيس ليفت تساوي 180، من الرايت اكبر، الفيس رايت مجهوله ناقص الفيس ليفت، الفيس ليفت 42 درجه وربع دقيقة يساوي 0. في كمان ممكن يكون خلال 3 يساوي 180 قصدي. الفيس رايت يساوي 222 درجة وربع. تمام. طيب حسب للسين. أنا بقول لك الفيس رايت هذا معطيني فيس رايت كم؟ 65 درجة 30 دقيقة ناقص الفيس ليفت تساوي 180، بالتالي الفيس ليفت شو تساوي؟ 65 ناقص 180 بتطلع معي سالب اشي سالب. بقول لك غلط، ممنوع يطلع سالب، هو بقيس من الصفر 360 مباشرة، القيمة اللي طلعتها تجمع لها 360. هذا تريك، هذا السؤال. طيب لاحظ حكى رايت ناقص انت اللي بيساوي 180 لما حل طلعت مع سالب 114 عمل مباشرة تجمع لها 360 الزاوية الليفت هورزنتال 245. طب راح تحكي لي يا محسن انت مش حكيت لي دائما الفيس رايت تكون اكبر من الفيس ليفت؟ بقول لك هاي طلعت 65 طلعت 225 كيف هيك؟ طلع الغلط. بقول لك لا، هاي معناها انه هاي زاوية سالبة برضه زدت لها 180، يعني هاي لما زدت لها 180 راح تطلع معي اكبر من هاي، راح تطلع معي اكبر من هاي. فالفكرة اللي كانت انه هاي كانت برضو سالبة وهاي كانت سالبة، بس الجزء جمعت لهم القيمة المطلوبة، هذيك جمعت لها 180 هي 360، انا هاي طلعت سالبة بس. انه انت لا تهتم اذا طلعت معك هاي اصغر هاي، لما انا اجي احسب الهورزنتال بشكل عام لازم تكون هاي اكبر. اما هسه بنيجي على مثال. تمام، هيك ايش طلعنا احنا الهورزنتال ريدنج، طلعنا هاي وهاي. طيب نروح على الفيرتيكال ريدنج. فيرتيكال ريدنج انا بعرف قانون فيس ليفت زائد فيس رايت بيساوي 360. فيس ليفت كم؟ مجهولة. الفيس رايت كم؟ 275. 360 رقم من بعض يعطينا قيمة. طيب الزاوية الثانية 112 زائد فيس رايت تساوي 360، ضبط رقم من بعض وبخلص الجواب 84 247. هيك تكملت الجدول، هيك تكملت الجدول كملته. الامتحان ممكن يطلب منك هاي لحالها، ممكن هاي لحالها وهكذا. تمام، هذا مثال ثاني بيقول لك كمبيوتر هورزنتال انجل اي بي سي، يعني هاي الاكوبي بوينت اي 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 سي. اديشن كمبيوتر فيرتيكال انجل ان سي. ركز، فيرتيكال انجل بتكون لنقطة يعني A، فيرتيكال C ما عندي فيرتيكال A B C، غلط. فيرتيكال بتكون لنقطة، هوريزونتال بتكون النقاط كاملة. تمام، أو هوريزونتال لنقطة، هوريزونتال لنقطة بده مطلع بطرحهم من بعض. بالتالي إذا أنا هون بدي أحسب الهوريزونتال أطبق قانون الهوريزونتال بيساوي نص فيس ليفت، كم الفيس ليفت؟ هيو 72. بدأ بدي احسب للسين 72 درجة 40 دقيقة، زيد عليه فيس رايت 252 درجة 50 دقيقة ناقص 180 طلعت اتش تي. طيب لو انا كانت عندي هاي 60 واعمل 60 اقل من 72، بقول لك روح تحط هون 60 زائد 360 ناقص 180، لاني انا كاني زدت لها 180 وهذا الاشي اللي حكيته فوق، هذا الاشي اللي انا حكيته فوق، انه لو كانت هاي هذا بالجدول اعطاني هاي اقل من هاي شو بتعمل؟ لما تطبق هذا القانون هاي الرايت بتزيد لها 360، ممنوع هاي الزاوية تكون اقل من هاي. تمام، اما بتعبئة الجدول عادي لما يطلب مني عبي جدول عادي، اما لما احسب على قانون الاتش كانت هاي اقل من هاي لك ممنوع. تمام، كمل معي. بدو الهورزنتال للاي، هورزنتال للاي نص في هاي زائد اي ناقص 180 طلعت معي 32 وربع. تمام، اتش للسي
72 زائد 252 ناقص 180 معين. حزمت الانجل اي بي سي بتحكي اتش اي ناقص اتش سي، شو طلعت معي سالبه. انا ما بهمني الاشاره لما احسب المضلع تطلع معي 40 وكذا. تمام، الفيرتيكال ريدنج نفس الطريقه، نص 90 ناقص هاي شوف طلعت معي موجبه، نص 90 ناقص هاي طلعت معي سالبه. شوف لاحظ ما فرق معي انه الفيرتيكال انجل الاشاره بتدل على انخفاض او ارتفاع. الفيرتيكال انجل ما في اي تركات، ما في اي تركات. هسه عشان احسب الايرور لك بتحكي هوريزونتال ناقص فيرتيكال بتساوي 180، هوريزونتال ناقص هوريزونتال ليفت ناقص رايت لازم يطلع 180. فلما انا طلعت في البوينت اي بشوف اذا في اخطاء، يعني ممكن يطلب مني احسب الايرور. فانا رب احكي هاي ناقص هاي، اذا اعطاني 180 معناته ما في خطا، اعطاني غير 180 في خطا. نفس الشيء طرح هاي من هاي اعطاك 180 تمام، طيب اجمع هاي لهاي طلع 360 تمام، اجمع هاي لهاي طلع 360 اموري تمام. ركز هون نو لما حسب فيس رايت هوريزونتال ناقص فيس ليفت هوريزونتال طلع مع 180 درجة 10 دقائق، هي لا تساوي 180 معناته في عندي خطأ. طيب لما احسب هون طلعت مع 359 درجة 50 دقيقة ساوى 360 معناته في خطأ. بالنسبة لسي نفس الاشي، بالنسبة ل فيرتيكال نفس الشيء. انا بحكي لي يقول لي مشان تحسب الخطا حسب هوريزونت او فيرتيكال، هو كافي انه يكون في هاي بروبلم. هاي بروبلم بقول لك عبي التيبل بنفس الطريقه، فيس رايت هوريزونتال ناقص فيس ليفت هوريزونتال تساوي 180، فبالتالي هاي 242 ناقص منها 180 بطلع الفيس ليفت هوريزونتال طلعت معي اقل. ام تمام اصلا عادي ما بتفرق، تابعت الجدول ما بتفرق معي. فهون نفس الشيء 90 درجه 30 دقيقه فيس ليفت او الفيس رايت هون هورزنتال، انا بشتغل هورزنتال ركز هورزنتال ريدنج خربطش ساوي 180. لاحظ هون بتطلع معي الفيس رايت هورزنتال بتطلع معي سالبه، فشو بتعمل مباشره بتطلع معي 360 تمام. بالفيرتيكال ما في اي تريك ما بتطرح مباشره. ما هون لكن the next table compute the vertical angle، لاحظ انه هون الفيس رايت فيس رايت اكبر من الفيس ليفت اموري تمام، اما هون الفيس رايت اقل من الفيس ليفت. فلما احسب هاي النقطة لل اتش اي تخص الفيس رايت بدي احكي اتش اي، هذا ترك السؤال اتش اي شو بدها تساوي؟ نص 302 زعلانين عليها هاي زائد الزاوية، لكن مع لها 360 وفي من القانون الأصلي 180. بس ركز ما جمعت 360 هلا كلياته غلط، تطلع معك الهورزنت مش منطق تمام. فلازم تجمع لها، بتحكي بجمع لها 180 هاي، بتحكي بجمع 360 وبطرح 180. رجاء لما احسب فيس لما احسب الاتش نقطة، لما احسب الاتش نقطة لازم تكون هاي من هاي، ولاحظ هون كانت اقل من هاي هون. فين انا هسه طلعت اتش اي طلعت اتش سي بطرحهم من بعض بطلع الاي بي سي، بعدين بقول لك الثيرد لايك ادجستد ولا نوت، يعني هاي ناقص هاي اعطاني 180 ولا لا، او هاي ناقص هاي او هاي زائد هاي اعطاني 360 ولا لا. هذا هيك تشابتر 5. ها تشابتر 5 بيعتمد عليه 6 بيعتمد عليه بجزء صغير 7، فرجاء نفهمه كيف تحسبوا الزوايا. الزوايا انتوا بتحسبوها بالمختبر ما يلي فيها، بس رجاء تعرف كيف تعبي الجدول، تعبيت الجدول عادي سهله تعرف طلعت معك سالبه بتجمع 360 اكبر من 360 تروح لها 360. اما هون لما بدي احسب الاتش لحالها شو بتعمل؟ لازم الفيس رايت هورزنتال، بس هورزنتال الفيس رايت تكون اكبر الفيس. هيك يعطيكم العافيه.